يلا في طيب الديوان ايش يجي له ويسعد. بالتوفيق، بالوعي، بالتوفيق ان شاء الله. الخسارة دائم تنعكم. بلعي تجي متعال الخامس اللي حدث ما فاهم. من يفوز؟ بالخرا مازن اكبر والله ولا دودة نقطة. والله ولا يفيده، اكبر دودة مازن. بقى هذا مازن، ترى مازن بيلعب في جاك شي معك تقول لك اصلا. اكبر متى دودة يلعب مازن؟ انسحب الجيمين، انسحب مسحوب. بقى هذا مو لو فاز بس ترى حبي منو صار؟ يلا هدز على كل بعض الفروقات بيلعب يعني. تيريست معرق عبالك بدك ترينجو. الله كل الأماكن هدز هاي، بس هذا حبيبي إذا ولا لا هذا الجدي الفريق الله لك ايزي. هو بنت بليتزا. الله انا ايوه بنت تويتش ليجن. انت اتاك لو ديفندر ما بوض اوريجن انا اتاك اتاك. لا مو وحش انت يا اللي تحدي بطل حبيبي بطول يا في عيال اوريجن، انت العيون. منهو الفوز بالضبط؟ اي نعم ماس تريد؟ نعم لحظة تعرف هذا يريد بلعب بليدز. ويلا انت شو تريد؟ توتشو اليجي. قفلت على حسين. قفلت على حسين، انقفلت يا عليكم تبا اثنيناتكم. حبيبتي كلب باللي جن ضدي ضدي ضدي. حبيب شفت اللي لك فريق حسين على ويك حسين لوس؟ حسين لك حسين 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 بنت امش حسين بليدز حسين ايش من بليدز هذا عثمان بليدز بالبطولة؟ حسين. شوف هاني تدري شنو؟ هلا اللي يخسر ينطرد من البطولة. هلا حسين بليدز حسين بليدز يابا خليك جوز استاذ. ما ترى اقول لك، اقول لكم يا ولد يمكن ترى يمكن فصل انمار. اي والله فصل. يلا حسين جو مساء عم تطق صوره انت بهاي يا ولد. اللعبات ايمن ضد بونيشار، حسين ضد انمار، مازن ضد علي تارك. منو هذا؟ عبد الله منو سعد ضد ضد منو ضد بانشار؟ لحظه ايمن بانشار راح ما اطلع ولا لا؟ شنو؟ بانشار راح ما اطلع ولا لا؟ جميل. ترى بدع حبيبي، نعم بدع حبيبي، اكو واحد تباع ما تدري منه. هلا واثنين بس طشيت يا ادري ولد، يعني ايمن راح يخسر اللي راح ما يفوز دايس لايك ولا. يدوس لايك وسبسكرايب وشير وكومنت. من وين؟ من ايمن؟ من ايمن؟ اول مرة اسمع لي. قوي؟ قوي. لا ما ادري اذا بنش ما اطلع غير شيء. من ايمن قوي؟ هي تعرف من هو؟ قنبلة هكا بزربل. شوف يلا يا ولد، اني كل اللعبات حبثها. عمار تموت من فوق. عمار يلا يا ولد، يعني تضيعون وقتي تمام ما باقي. اي تدخل انت ادخل نفق قضية على الباب تحرش. كراشم دمك كراشم دمك. شفت الصوت لا اللي ببلطه؟ وعين هي تويتش بلطز. يلا عمر واحد عمر عين بي مين جاك يب يا عمر. كورك كورك وين وراي يا حبيب؟ تمام راح افتح الدرع. اقول لك شي وحشة ميت ما تقدر تسوي. اي لا هو اي لا هو هذا بالفاندد خابر اللاعب. نقول له حبيبي باقي لك 5 دقائق وتطلع برا الهاي ولا يعني
لا ما عليك حبيبي، خابر عليه، ندق عليه. عشان لا حجو ولا لا عزيزي المشارك بت لا خلق الله بقى. ايش قد بقى كم دقيقة بقى عبد الله؟ 8 دقائق عزيزي الذي مشارك في خلصة؟ البطولة، لديك 8 دقائق وتخسر برا الجيم وتطلع برا البطولة وتنط. ها والله خلصة خلصة غانم تعال يلا سريع. غانم صوته جاي يقطع يمكم لو لا؟ صوته يمي جاي يقطع. جات صوت يمي جاي يقطع. حبيب والله يا ولد هاني معلق لازم هذا يصعدني ادمن بالكعبة. احكي شو بالله احكي جملة على بعضيها. لك إلى هنا وتنتهي عشرتكم المو حلوة. صوتكم جاي يقطع. وما ريت بعد تبت كل من طلع ما يصور. بس بينكي جاي عفني يا ولد لو وقت المادة ودي يصعدني ادمن. اصبر طفت الكهرباء ما علينا. والخسارة. زين عندي سؤال، يعني اللي يخسر ينطرد؟ اوكي نعم. حسين حول على هذه الجهة. ماكو تبلع دي دي قلت هسه صح الله والقم فصارة. تدري صراحة أنا ما أتوقع بيها فاصلة والله. والله لو صدق بيها طبعا، لو كان صدق بيها يعني جايزة زين والله كان حشارك. بس انا ادري بيكم ترى الكل يعرف بس مغسين. مو حبيب حبيب ايه ايه امي الكل يعرف لو لا قتلتها. اي والله مستشفين لك قتلت على اخر طلقة وقاني انجر. طبعا بابا الو الو ابدي يلا بهذا شنو ابدي يلا ابدي سربه حبيبي. انا سبكتيت ببطوله اقوى بطوله بالشرق الاوسط اللي ما عليها جائزه بس عليها جائزه. باقي خليك اكتب لك حسب بس بدو ستارتر ذا العب زومبي. اقول لك تمام اني ملفت. نعم واحد كل وشلون انا العب؟ انتوا بعدكم مستمرين بالبطولة؟ يا حتى لو ترى كذب بس ما تبغى زيد ليش ما شاركت بيها؟ اه زيد شارك اصلا زيد من فين انسحبت؟ بس كل واحد ما طلع ما ينطي ما ينطي له صوته. ايش الواقع؟ ما ينطي والله ما ينطي. قال لي راح انطيهم قال لي راح انطيهم غير حساب. انطى كلمة حبيب. شد حيلك شد حيلك حبيب. ما ابي احد انت جيت انت وهذه لعبة نفسك. زيد تلعب فورتنايت؟ زيد ايش تلعب زيد؟ رينبو راح يلعب رينبو ريال. ليش عندك شي تحكي؟ يلا دي بدنا نلعب فورتنايت ثاني قبلنا على رجع عشان درع قول لما كاسد عزيمة الله كريم ذيك الخرم ما تعزم فروخ امي. امي هي بس انا عزمتني بكيفك. ها رجع قلنا ما ظل انقابت عليه. ليش؟ هذا دز له صورة بالضبط. ايش قلت كيف؟ ماكو بابا والله ماكو. ايش قلت كيف؟ ماكو زقد. ها؟ ما مجمون طفت يم الكهرباء. احتمال ما لحق. ايه بس ما يحسب خسارة ترى. بلي يحسب.
لا يحكي بالراس. هو هذا يقول هو قال هو قال ريهوس. ترى هسه دز هو هسه قال دز ريهوس. دز ايه بس انت مو سنة وتخسره خطيت. لا مو مهم من سويتي. صح. حسين منو عمك؟ اكل خرم. منو فاز؟ منو فاز بس؟ حتى الان هو يكتل بيا عشان ارجع. انا ما اضاق الا دقيقتين و40 ثانية. زيد دز لي فورتنايت خلها بلعب كاري. الجيش اللي طفى. جوان يلا خليه يجي بارتي. خليه يجي بارتي. زيد اجيب ويانا ابرار. طب خدوني معاكو. حسين حول جيم شات. هاي شنو؟ زيد بارحة جبت لقطة بالسنايبر الجديد. لو تلعب منها لثلاث سنين بعد زيد لو تلعب منها لثلاث سنين بعد ما تجيب مثلها. يلا يا ولد حضر بكم ميوت من رخصاتكم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا دوسوا لايك اول شيء. يلا لكم يلا سبيل شوي هنا نفتح الميوت من حبيب. حبيب بس انت حتى عن ما عندك الميوت. ومباوع طبعا اللعبه الاولى ريكسي ماخذ ايجر وملقلق شويتين. مونتي بي دبليو ما ادري ايش يعني تبع انت مو سكواد كامل عم تاخذون باوع اني حط الاي دي اس خلاص بس يتعبون يسوي رينفوس بعد ذكاء من جلاكسي 314 خلاص ظل هيجي راح يحصل الجيم بلا معنى لو ما مشارك البطولة احسن لك ضيعت وقتك صح لو لا حبيبي فانشار انت تعال 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 نلعب نحول فورت يلا رينبو انت زيد زيد تعال معي عندك اليقظ طبعا اذا ما تدوم مقدوم زيد وطبعا والمونتي مثلا ستريت يتقدم وقت تلعب على كوسبون او شيء من هذا الطريق والمونتي شك في شغله اللي هي اصلا ما في اي شغله يداومون بمكان كلش غلط طبعا لكن المهم تشيل الدرون طبعا يقدر يبقى على المونتي وكل شيء ما يسوي له لكن اذا مش غلط واحده بس او المونتي هسه على بالي يقول انا سويت سخم في حياتي يصير بعد كده والمونتي تبي تدخل يدخل يا ولد طبعا ما يعرف انه الاي دي اسات محطوطه بباماكن حلوه وهذا حاط سيم هذا تراي هارد فول ابو الهيكرتي يحاول يفتبله صفنة ابو المونتي ما تبشر بالخير وابو الهيكر يتحاول يتحاول يتقدم منه يحاول يتقدم شوي ما ادري اذا ما تتبع البث ايش عندي بسوي بث ثاني باع ابو الهيكر يقلب بالكاميرات اوه لقى فك لقى فك بعد شي يهدك يكسب الدرون يكسب الدرون من يكسب الكاميرا يتقدم يتقدم يتحدى معاه خلاص قال يعني اليوم لو ازهر على ازهر خايف عبالة ابو ليجر خاطف مكان ما يدري انه ابو ليجر جوا هذا اكبر دين انه ما ما يبعد بس عاش ذيك المرة بعد ابو ليجر ابو ليجر تيح حسب انا معنى ابو ليجر اوه تيخدر والفلانك القوي من ابو ليجر تيمشي تقول اكو بيض جوا ما تخاف حتى لو حبيبي ينكسر البيض تمام عشان يتقدم كأنه سمع صوته كأنه سمع صوته ولا سمع عم ليلة ما تقدر تسمع اي صوت احد هذا تسمع الزرع تسمع الزرع تيف بوش عليه بوش عليه بوش عليه وشاله الراوند الاول يروح الاكس ريكسي خرب عرضة كنتوكسي طبعا هنا كان هذا مدني يقول له والله انت بدي الهدوم يا ريكسي قال له مو عيب ليك شنو قدامك
طبعا حاط الكرة الأرضية ما أدري كيف يقعد يعني عنده دائما قال دابل. طبعا اوه بي دبليو اخذ اش غير رايه قال اني مو لاعب سبورت بس عندي تلعب سبورت وانا بحدي هون في وان ابو ليجر هذا لزق طبعا بالليجر تبند الليجن تقول انها تحمر ما هي قضيها بالليجر شيل السين ما يحطها شيل السين ما بستثمر فوق شد عمر ابلاش ابلاش خرب على رقمك لاعب بسرعه قصه تكتمانه خلص انقفلت على بلاش بلاش راح يسلمها ترى طبعا بسكو بسكو بروح بضم بضم خلاص قال هذا خنيك لعب ما يندرى خلاص تقدم طبعا نكسلكسي اول مره اشوفه يجي ترى هارد والله خلصنا تشوف راح يرضح الجائزة الحمداوي حبيبي اصبر علي اكو بطولة ابدي قام لو تجي حبيبي اكو بطولة بابا 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 ذكي بابا لوت لو اني احطها يدي بدل ما يحطها على الحائط احطها على القاع زين تجي ولا حتى ما يشوفك يلا اطلع الاسمايل لا طلعت يسد باركيد ابو الاس صاف يمكن تبي تباع البتله حبيبي ما تقدر تباع البت يجي راح اظل ابا عليك حبيبي بلا ما نخوش يلا دي يلا 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 ابو الاس صفن ابو الاس شاف الوضعيه خرا ابو ليك يا ما تقدر ما تقدر ما اعرف والله كفا شوف اللعبه الصراحه ايش يعني يسلم الدين تراب أكثر شيء أكثر شيء تحبب العيد العيدية كاهو جيمر فليشة الخطار النوم السفرة طبعا العيدية أبو الأش أبو الأش يذب فلاش تسوي على القافية يو يو أم أش أي ثرو فلاش يلا تعال يلا تعال ابو الليجر يدرون يفتح كاميرات يقلب بالكاميرات يقول بلكي يلقى شيء طبعا حبيبي ما حتلقى شيء اذا ظل ظل يجمع اش تجيب الراوند يصير تعادل طبك مره ثانيه زي تعال ترى ده الشاخص طبعا اكس راح بم زعل مثل الجاهل ما تدري ليش لانه هو جاهل لا حول حساب غضغل لا حبيبي حول حساب مثل الجاهل النتيجة طبعا 1-1 والبنجاز متقاربة والكتلات والموتات متقاربة بس السكور ركسي عارضة لان ركسي لاعب السكوراوي شوني ما عندي سالفة اعلق عليها اعلق على السكور ليش تغلط بده عندك في دبليو ياخذ لك الجكل وبالليجر ياخذ لك ال انا من الفرق ليش ما تطيني ميوت شنت اسكت هضبك التامين يلا دي يلا يلا يلا, يلا, يلا. ما بين حال الناس يوصلون حكي البث يعني حكي البث من شو ما تشوفون طبعا يعني ركسي تحاول يا ولد 87 اوه طبعا المون تخلى ركسي تحاول يسوي لهم فنيشر انت راح تجون صح؟ يقول اسوي لهم اسوي لهم اسوي لهم اسوي لهم اسوي صح سوي انا سوي توقع من فصل على مود الميتنج عمود ليك بس لما هو يشق شق اكو راح يعوف فايب بالتالي ما حيصير له فايد هاي تقريبا الهاتش اللي داخل بالضبط راح ينزل جوا مش مو جوا ذا مش مو بان انت هاي بارك ايدا طبعا عارف والله كفا رحله يا ولد انزل كفا لا تحاول فوز باركيد ابلاش اكس عندك تسوي باركيد تقول انت تكسر باركيد انا اسوي باركيد بس يصعد او لا يقعد يقلب الكاميرات شنو اللي تدور عليه تبع عليه بهاي الكاميرا القفا بس ما كسرها قال ما كسرها ما تسوى راح يموت امال انا
دبليو طبعا التوتر واصل ايام ليفل جارد دوت كوم. خلنا ننطي نصيحة للبي دبليو. حبيبي بي دبليو العب عادل ولا تلعب اصلا؟ شو سويت هذي؟ كذاب كذاب. ادوره ادوره. لا تغلط لا تغلط على المعلق لا يطردك. يلا دي يلا بلا ميوت. يلا defenders protect your bombs from being used by attackers. I don't know. تعال يلا تجي تجي نبدي. لا بانشر خلي فيديو جامد يا طفل. هو دزي والله هو دزي. هو الباص ها باب بدا وراح تخلي يا طبعا. 10 seconds left. Come on, please. 5 seconds remaining. Attackers must locate and defeat. اه هيك عسى مبروك. فحظك اه بس البنج مو هو. بس عادي عادي. اخذ باندت وابو الجكل بيكس طبعا هذا كلش قوي. ابدا على شو انت عارف بسرعة بس بشرفكم تراهاك يا ولد. لا على الشقة والله والله دايما هو اللي حاطه في البث والله.